بالنسبة لمتطلبات الانتجريتي، هاي طبعا الكود قسم لك اياها لجزئين، متطلبات انتجريتي لا البيرميتر بيمز اللي هم البيمز اللي على المحيط الخارجي في المبنى، وفي عندك للانتيريور بيمز اللي هم البيمز اللي في الداخل. بحكي لك اول شيء يجب ان لا يقل عن 2 بارز علوي، لازم تكون متصلة، وهي تكلمنا عنها من شوي، و2 بارز سفلي لازم تكون متصلة، وبرضه 2 بارز على لا تقل عن ربع كمية الحديد اللي هو اللي تكلمنا عنه هون في هذا البند. يعني احنا عمالنا بس نعمل ريفرش الآن، تمام. هون بحكي لك انه البوتوم بارز شود بي ديفلوب، هذا للأسف طبعا احنا ما بنشوفه في البراكتس، انه لاحظ انه متطلبات الانتجريتي هاي مش مطلوبة في تشابتر 18، هي من متطلبات تشابتر 9. يعني من متطلبات تشابتر 9، يعني المفروض انت تطبق هذا الكلام في كل انه في كل البيمز اللي عندك، بالإضافة إلى انه الكنات لازم تكون كلوزد ستربس. يعني البعض بيربط انه الكلوزد ستربس هي لها علاقة في التورشن، لا، هاي لاحظ هون ايش كاتب لك، نص صريح للبيرميتر بيمز في تشابتر 9.7.7.1 longitudinal structural integrity reinforcement shall be enclosed by closed stirrups. يعني حديد الانتجريتي يجب ان يتم وضعه خلال closed stirrups. يعني بالنهاية طبعا انت حتضطر عمل الستربس كلها closed. هذا بيتكلم عن البيرميتر بيمز، وبحكي لك minimum 2 bars علوي ان لا تقل عن سدس الاريا اوف ستيل النيجاتيف، لازم تكون متصله. طبعا لو ما كانت متصله انت لازم تعمل تنشن لاب سبلايز كلاس بي. هاي طبعا هي الصوره هي نفس اللي تحت، بس اللي تحت ماخوذه من ويبينار شرحوا فيها اعضاء الكود الامريكي متطلبات الانتجريتي. فبالتالي الانتجريتي ريكويرمنت شيء مهم وللاسف يتم اهماله. هون طبعا بحكي لك انه لازم تكون البارز ديفلوبد at face of support، معناته الحديد العلوي لازم يحقق لي ال development length، والحديد السفلي لازم يحقق ال development length. طيب بالنسبة ل other than perimeter beams، other than perimeter beams يعني البيمز اللي مش موجودة على المحيط الخارجي. بهاي الحالة ايش بحكي لك، في عندك two options. يعني اذا بدك تحقق الانتجريتي لهذا النظام عندك تو اوبشن. الاوبشن الاول انك انت ربع حديد التسليح البوزيتيف يستمر خلال البيم على ان لا يقل عن 2 بارز، ولازم يكون ديفلوبد ات فيس اوف سبورت، تمام. وطبعا لو في عندك وصله انت لازم تكون تنشن لاب سبلايز، اذا ات ليست 1 كوارتر اوف ذا ماكسيمم بوزيتيف مومنت رينفورسمنت بات نوت ليس ذان 2 بارز اور ستانس شال بي كونتينوس. اذا هذا الشرط هنا واضح. الاوبشن رقم 2 انك تستخدم كلوز ستربس. لو استخدمت كلوز ستربس لاحظ هون مش مطلوب انك ان يكون الحديد ديفلوبد، وحتى تنشن لاب سبلايز هنا التغى. انت بتعرف شو يعني كلاس بي تنشن لاب سبلايز؟ يعني انت بتاخذ الديفلوبمنت لينكث وبتضربه في 1.3. فبالتالي اتمنى من زملائي انهم يركزوا على هذا الكلام. لاحظ هون مثلا الحديد تم فصله عند السبورت. طبعا بنسمع احنا كلام انه مثلا المفروض يدخل داخل السبورت 15 سنتي 10 سنتي او شيء، لاحظ هون حسب متطلبات الانتجريتي. انا هون طبعا لاحظ لو انت عندك في القطاع لو افترضنا 16 بارز اللي بيتكلم عنهم هون اللي هم اللي فيهم وصلة كلاس بي تنشن لاب سبلايز، هم مش 16 بارز، هم فقط حديد الانتجريتي اللي هم ربع الحديد البوزيتيف او ان لا تقل عن 2 بارز. لكن طبعا انت عمليا مش هتقدر تفصل الحديد الانتجريتي لوحده وحديد الباقي لوحده، فانت هتعمم هذا الكلام على القطاع اللي عندك. فبالتالي للبيرميتر بيمز انا في عندي اوبشن واحد، للاذر ذان بيرميتر بيمز عندي تو اوبشن لتحقيق الانتجريتي. ولاحظ الانتجريتي فعلا ممكن تاثر عليك في التصميم، لانه البعض يعتقد انه تحقيق الديفلوبمنت لينكس البوتوم بارز هو فقط مرتبط في الزلازل او ما شابه، لكن الانتجريتي ريكويرمنتس موجوده في تشابتر 9، يعني يتم تطبيقها على كل البيئة.